لكن انا انا عايز بتكلم في اتكلم في القصه نقطه دي عشان حضرتك بسرعه عشان كلمتني لازم الحق في فاصل. ياسر، كابتن ياسر عبد الرؤوف. كابتن ياسر عبد الرؤوف الكلام اللي عمله النهارده يدينا بارقه امل، نعم ولكن قناعاتي الشخصيه ان لابد من وجود خبير تحكيم اجنبي مع يا بدايه عم اتحاد يشتغل كره الشهر القدم. بتاعه معقول؟ بالظبط ده الشهر راجل ده، يستحق كل الاحترام انه عارف انه جاي فتره مؤقته لمده شهر وبيعمل كده. والناس دول بحال كمان يا كابتن يلا شوبير يبدا يطلع تسجيلات الفيديو على كل الحالات الجدليه اللي بتحصل بين حكم الساحه وحكم تقييم الفيديو على صفحه ده الاتحاد في القادم في القادم. من انت اول موافق دلوقتي على ده؟ جدا. انا قلت لحضرتك كلاتنبرج اطيح بيه نتيجه ده، بل بالعكس كابتن ياسر على فكره احنا زكيناه، انا شخصيا زكيته في امور اختلفت معاه في بعض الحالات، ولكن نعم قلت الراجل ده في لعبه بن شرقي اللي في نهائي القرن قال ان نعم هي فاول على بن شرقي، قلت الراجل ده لما تم منع عرض حالات في احد القنوات اللي بيحلل فيها وهي قناه فئويه قال الحالات دي اودت بخروج فريق من الكاس لصالح الفريق اللي بيحلل في نعم قناته، فهو عنده شيء يحافظ عليه. فانا بنجدك يا كابتن ياسر، وانا هو بقول لك انت لديك من الامور اللي انت عملتها ان تقول ان الشخص ده اقدر اوجه له الرساله دي، ان حضرتك حافظ على الامور اللي انت عملتها تخلي الناس تثق ان انت ان شاء الله تقدر تقدم شيء جيد. لو نجح ياسر عبد الرؤوف، انا عارف رايك مسبقا وانت لسه قايله، لو نجح واعاد الانضباط والاحترام لمنظومه التحكيم في الوقت القليل ده، من حقه ياخد فرصه؟ من حقه ياخد فرصه مساعد للخبير التحكيم الاجنبي. نعم انا ما زلت عند قناعات حتى لو يجي الخبير التحكيم الاجنبي كمدير فني يطور من اداء الحكام وهو يقوم بالعمل الاشراف ويقوم بعمل التعيينات ويقوم بعمل الجزاءات عارف مين اللي هيختار والعقوبات. الخبير الأجنبي ولا ما تعرفش؟ لا مين؟ كلينا كلينا. كلينا. بس هو لو اللي بيطلع هيختاره، حكام في الاتحاد هو الدولي اللي هيختار، وهو غالبا هيجي، او التاني اسمه ايه، بوكاسا ولا اسمه ايه التاني؟ ماسيمو بوساكا. ماسيمو بوساكا. بوكاسا ده كان بياكل البشر. بوساكا. فبوساكا الاتنين طبعا الاثنين مشهود لهم يا اما بالكفاءة. هيجوا يا اما حد منهم هيجي حسب ما علمت، يعني هيشتغل شوية ده مبشر، يعلم الناس يدرب الناس، ده يا مبشر اما جدا. هيمشوا على النهج بقى اللي موجودين هنا والدنيا تتظبط، يا اما هما اللي هيرشحوا رئيسا او خبيرا اجنبيا لتطوير التحكيم في ده مصر. كلام بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي تحديدا آه. بيسهل عليه حاجات كتيره جدا في المنافسه في البطولات المحليه.